بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة توبن إنجلش، واللي بقدمها لكم مستر أحمد بدران. وإن شاء الله النهاردة بنتناول الجزء الثاني من الفصل الخامس من قصة سجين زندة للصف الثالث الثانوي. طبعا في الجزء الأول من الفصل الخامس توقفنا لما ساب في راسندل قدروا يهربوا من السمر هاوس، ونجا راسندل من محاولة الاغتيال الأولى له في القصة، واللي بيها بتبدأ الأحداث تاخد طابع السخونة، طابع الإثارة في احداث القصه حتى نهايتها. تابعونا علشان خاطر ان شاء الله تعرف ايه اللي هيحصل في بقيه الاحداث، وهل راسندل هيقدر يكمل للنهايه ولا هيقدر الدوق مايكل يتخلص منه ويصبح هو الملك. ده اللي هنعرفه في الاجزاء التاليه. بعد ما طبعا سابت وراسندل هربوا من السمر هاوس، ذا نيكست داي سابت ريد مي ذا ليتست ريبورت فروم ذا تشيف اوف ذا بوليس. طبعا تاني يوم جه سابت وقابل راسندل في قصر الملك وجاب له احدث تقرير جابته الشرطه عن الوضع والاحداث في البلاد. فطبعا ساب بيقول لراسندل some interesting things have been happening this morning، في بعض الاخبار الشيقه حصلت في البلد هذا الصباح. خلي بالكم الصباح ده تاني يوم من المحاولة اغتيال راسندل في السمر هاوس. The police report says that the Duke of Celso left the capital by the road to Zenda. تقرير الشرطة بيقول ان هم لاحظوا ان الديوك مايكل ساب العاصمة واتجه في طريقه الى زندا النهاردة الصبح. An hour later وبعده بساعة he was followed by degoted personin and ditchard، وبعده بساعة لحقوا بيرسونين وديتشارد وديجوتيت، هم الثلاثة اللي كانوا موجودين مع راسندل وبيحاولوا يقتلوا امبارح. وطبعا ديتشارد اللي هو الانجليزي who had a bandage around his arm، كان رابط ضماد او رباط طبي كده على دراعه تقريبا، ان قدر راسندل ان هو يصيبه بطلقه من الطلقات اللي كان بيضربها. فراسندل بيقول I was pleased that my shoot the night before had been good one، انا كنت سعيد جدا لما عرفت ان ريتشارد اصيب، لان عرفت كده ان طلقه من الطلقات اللي انا ضربتها كانت طلقه كويسه جدا ان هي ايه اصابت ريتشارد. طب ده رقم واحد. رقم اتنين قال له finally listen to this، اسمع الاخبار دي. The people of the capital are now happy that the king has yet to marry the princess. ان الناس are not happy، ان الناس في العاصمه الان مش مبسوطين لان حتى الان الملك لم يتزوج الاميره. Some people say if they don't marry soon، الناس بتقول لو ما تجوزوش حالا it would be better if the princess married the duke of Celso، يعني لو الاميره لو الملك مش عايز يتزوج الاميره ممكن يسيبها تتجوز الدوق مايكل. However the king is having a ball tonight for the princess. على الرغم من كده يا راسندل عايز اعرفك ان الملك عامل حفله النهارده للاميره عشان يبين للراي العام اهتمام الملك بالاميره، يعني الملك عنده حفله النهارده. فراسندل قال له I don't know anything about a ball، انا معرفش اي حاجه عن الحفله اللي انت بتقول عليها دي. قال له اوه It has all been prepared said Sapp by me. Sapp Fritz قال له ما يهمكش انا جهزت كل حاجه. اللي جهز كل حاجه مين؟ هو فريدز. فقال له انا جهزت الحفله وعملت المعازيم وجهزت كل حاجه. فسابت قال له listen، اسمع بقى يا راسندل you must ask the princess to marry you tonight، لازم تطلب من الاميره ايدها للجواز النهارده. فراسندل قال له نعم I can't do that، انا مش هقدر اعمل كده. It wouldn't be fair to the princess، ده مش عدل للاميره، مش انا الراجل اللي هي بتفكر فيه، مش انا الراجل اللي هي عرفته، مش انا ابن عمها. That evening في تلك الليله the ball was a great success، الحفله كانت ناجحه نجاح كبير. After we had eaten بعد ما اكلنا وشربنا I sat with the princess، انا جلست مع الاميره. And some of my other guests وبعض من الضيوف الباقيين كانوا معانا برضو in a small room by the palace gardens، كنا قاعدين في أوضة في حديقة القصر. The servants brought us coffee، جابوا لنا قهوة. And we had time to talk، وبدأنا نتكلم مع بعض. We have been هي امرأة طبعا اللي بدأت الكلام، الأميرة هي قاعدة معاه طبعا، هي نفس الجلسة دي كده نفس القعدة دي كده. فبتقول له you have been king for a few weeks now، الأميرة بتقول له أنت بقالك دلوقتي ملك بقالك كام أسبوع. Everyone says الناس كلها بتقول you have done a very good job، إن أنت مؤدي أدائك على أكمل وجه. I am very pleased for you، أنا مبسوطة جدا عشانك جلالة الملك. فطبعا هو قال لها you know تعرفي someone once said to me، في حد مرة قال لي، شخص ما كده قال لي a person who has position in society has responsibilities، إن أي إنسان له مكانة في المجتمع بيكون عليه مسؤوليات. Recently I have realized how true this is، أنا لسه مدرك
ان هذا الكلام حقيقي مؤخرا، لسه انا عارف الكلام ده دلوقتي. فقالت له ليه؟ haven't you always thought that؟ انت مش طول عمرك بتفكر في كده؟ يعني مش طول عمرك عارف ان انت هتكون مالك وعليك مسؤوليات؟ قال لها نو no. لا when I was younger، لما كنت صغير في السن، لما لسه شباب، I didn't think I needed to worry about society. انا ما كانش عندي اي سبب ان انا اقلق بخصوص المجتمع. I thought that was someone else's job، لان انا كنت عارف ان المجتمع والمهام بتاعته والوظائف بتاعته دي مسؤولية واحد تاني. هو هنا فكر في نفسه كرودولف راسندل، وان كان المسؤول عن المجتمع وعن البلاد هو اخوه مش هو، فبالتالي هو افتكر هنا ان هو لسه راسندل، نسي ان هو ملك، لان الملك معروف ان هو من صغره هيكون هو الابن اللي هيكون الملك، اللي هو الابن الاكبر، فبالتالي المفروض ان هو كملك من الصغر عارف ان هو هيكون عليه مسؤوليات، ولكن هو هنا بيتكلم عن نفسه كمين؟ كرودولف راسندل. فالاميره اول ما قالت هو قال لها ده انا كنت مفكر ان اللي هيكون هيتحمل مسؤوليات المجتمع هو واحد غيري. قالت له ايه؟ اندهشت جدا. قالت له but you always knew that you would become king، بس انت طول عمرك عارف ان انت هتكون ملك. how could you think that someone else job، ازاي ممكن تفكر ان المسؤوليات دي هتكون مهمة واحد غيرك؟ هنا طبعا ادرك ان هو اخطأ. once again I had made a mistake، انا وقعت في خطأ. What I said فيما قلته. But suddenly instead of saying something to cover up my mistake، بدل من ان انا اقول اي حاجة اغطي على الخطأ اللي انا اخطأته، I wanted to tell the princess the truth، كنت عايز ابلغها الحقيقة، يعني انا كنت اعرفها الموضوع من الالف الى الياء. She was kind، هي ست طيبة and clever وماهرة، and she was going to marry the king، وهي على وشك ان تتزوج الملك مش انا. She should know what had happened to her future king, to her future husband. هي لازم تعرف إيه اللي حصل لزوجها اللي في زوجها المستقبلي. And she should know all about my game. ولازم تعرف كل حاجة بخصوص اللعبة بتاعتي. I decided I had to tell her everything. أنا قررت إن أنا عايز أعرفها كل حاجة. هو قاعد معاها كده قال لها فلافيا. I said quietly so no one of the other guests could hear me. وأنا قلت بصوت واطي كده علشان الضيوف الباقيين ما يسمعوش صوتي. There is something you should know. في حاجة لازم تعرفيها. بين وبينها كده I am not really، أنا مش كمل الكلام. But I never finished the words. قبل أن أنهي الكلمات I wanted to say اللي أنا عايز أقولها. Because at that moment we heard footsteps in the garden outside the room. لأن احنا سمعنا حد طالع على السلم بره الأوضة اللي احنا قاعدين فيها. I looked up and jumped with fright. أنا قفزت كده وبصيت مليان بالخوف والرعب. Because of the sudden appeared at the French window. لأن فجأة وأنا ببص من الشباك كده، وطبعا الفرنش ويندو شباك على الطراز الفرنسي، بصيت منه كده لقيت حد في وشي. I relaxed when I saw that the person looking in on us was sad. وأنا طبعا ارتحت شوية وهديت كده لما عرفت إن الشخص اللي كان بيراقبنا وبيبص علينا هو كان مين؟ كان سبت. طبعا سبت سمع وهو اللي قطع راسندل في التوقيت المناسب قبل ما يعرف الأميرة الموضوع من الألف إلى الياء، لأن طبعا هنا سبت كان ذكي، لأن الأميرة هنا كانت ممكن تفضح الدنيا، كانت ممكن تقول له فين الأمير؟ أنا على الملك، أنا عايز أروح للملك، أنا عايز ابن عمي، إزاي أنتوا خنتوه؟ إزاي أنتوا، كانت ممكن تفضح الدنيا وكانت ممكن تكشف السر بتاعهم، وفي اللحظة التانية ممكن تكون هادية أو عاقلة وتفكر معاهم لغاية لما يخرجوا الملك، ولكن سبت ما كانش يضمنها وبالتالي مش عايز يعرف، لانها لو عرفت ما يضمنش رد فعلها ايه. فطبعا قال له راس سبت قال له ايه؟ انا اسف سيدي، اي ابلوجايز، انا بعتذر، but there is someone who wants to see you here، في حد عايز يقابلك سيدي. هي سيد في اللحظه دي طبعا راس بيقول but I could tell from his eyes that he was angry، ولكن انا من لمحات او من نظرات عينين سبت ليا كده عرفت ان هو غضبان جدا لما عرف ان انا كنت حفش السر للاميره. How long had he been listening to my conversation with the princess؟ كم طول المده التي كان يتصنت علينا فيها سابت على الحوار بينه وبين الأميرة؟ Had he heard that I was about to tell her the truth؟ هل هو كان على وشك أو هو عرف أن أنا كنت على وشك أن أنا أحكي لها الحقيقة؟ Who I really was، عن حقيقتي. We returned with the ball، رجعنا تاني الحفلة. Where the princess went quickly away with her servants، والأميرة طبعا مشت مع الخدم بتوعها في الحفلة. And I was welcomed by other important people at the ball، وبدأ الناس المهمين جدا في الحفلة يرحبوا بي وسلموا علي. I realized أدركت then that my game had gone too far to go back، أدركت وقتها وأنا في الحفلة دي إن اللعبة بتاعتي
دخل الطور بعيد لا يمكن الرجعة فيه، يعني I couldn't tell anyone who I really was. أنا دلوقتي مش هقدر أعرف أي حد أنا مين ولا أقول له حقيقتي. ليه؟ Or they would think I was mad. أي حد هقول له أنا راسندل، أنا مش الملك، أنا هيفكروا إن الملك إيه، أصيب بالجنون، فبالتالي أنا ما عدتش أقدر أطلع من دوري كملك، وإلا الناس هتتهمني بالجنون، لأن الناس أيقنت تماما وتأكدت وعرفت إن أنا الملك الحقيقي. عشان أقول غير كده هيقولوا الملك اتجنن. سبت had stopped me from saying too much to the princess، وسبت منعني من ان انا اكمل كلامي مع الاميره. and سبت بلان really really was working، وما زالت حتى الان حيز التنفيذ. The next morning، في اليوم التالي، sat and I sat in my room thinking about what to do next. قعدنا انا وسابت كده ونفكر هنعمل ايه بعد كده يا سابت، هنعمل ايه يا راسندل. فالراسندل بيقول له ايه، do you realize، هل انت تدرك، تعرف كده يا سابت، that everyone really thinks I am the king، ان الناس كلها تعرف ان انا الملك، even the princess، حتى الاميرة نفسها متأكدة ومتيقنة تماما ان انا الملك الحقيقي. I could even arrange for the duke and the real king to be killed. فطبعا هنا بيقول لراسن بيهزر مع سابت كده وبيقول له تعرف ان انا ممكن دلوقتي ارتب لقتل الدوك والملك الاثنين مع بعض، وممكن اخلص منهم هما الاثنين وابقى انا ملك للابد، والناس دي كلها متاكده وعارفه ان انا الملك الحقيقي. يعني لو انا طمعان في الملك والعرش بتاعكو، انا دلوقتي كل حاجه في ايدي، اقدر اخلص على الدوق مايكل واقدر اخلص على الملك واكون انا ملك لا لو انا عايز. فسبت طبعا معتقد تماما في كلامه وبيثق فيه، فقال له فعلا يا راسندل this is all true، كل اللي بتقوله ده حقيقه، لو انت عايز فعلا تكون ملك هتكون. سو will you do such a thing، ممكن تعمل حاجة زي كده يا راسندل؟ فطبعا راسندل قال له of course not، لا يا راجل ده انا بهزر معاك، I shouldn't be here، انا المفروض ما اكونش هنا، انا ده مش مكاني، ده مش وضعي، ده مش منصبي، pretending to be anything، ولا ان انا اكون اي حاجة هنا، it isn't fair for the people of Britannia، هذا ليس عدل لشعب بريطانيا، and it isn't fair for the princess، وليس عدل للاميرة، طبعا ليس عدل لشعب بريطانيا ان هو يحكمهم واحد غير الملك بتاعهم، وليس عدل للاميرة ان هي تتجوز واحد غير اللي هي عارفاه. Either we can't wait any longer، احنا مش هنقدر نستنى اطول من كده يا سابت، لازم نتحرك، we must go to Zinda and rescue the king، لازم نطلع على زندا ونحاول ننقذ الملك. فسابت قال له you are a good man، انت انسان جيد وانسان طيب، عشان خاطر ما فكرتش في نفسك، انت بتفكر في الملك وبتفكر في رورتان. First however I needed to see Princess Flavie again، راسل بيقول قبل ما نتحرك ونطلع على زندا انا كنت عايز اقابل الاميرة مرة تانية. If I couldn't tell her the truth، لو انا ما قدرتش اقولها الحقيقة، I could at least warn her that the situation in Rotania wasn't as good as she believed it to be. لو انا مش حاضر اقول لها الحقيقة، اعرفها ان الموقف في روتانيا مش يعني بنفس الدرجة من الجودة، والوضع مش زي هي متفكرة، الوضع ممتاز كده والدنيا ماشية تمام زي هي مفكرة كده، ولكن لازم اعرفها ان الوضع مش تمام. I visited her in her palace، أنا زرتها في القصر بتاعها. And she asked her servant to bring me some كوكا، بيقول لي قهوة. Then she told me that she had received two letters، أول ما وصلت لها برضه قالت لي إن هي وصلها خطابين. طبعا راس الدوق مايكل لما فشل في الخطة الأولى في قتل راسندل بدأ يفكر في خطة بديلة. عمل إيه هو؟ راح بعت جوابين لمين؟ للأميرة فلافيا. تعالوا نشوف الجوابين دول فيهم ايه. One was from Michael، احد الخطابات منهم كان من مايكل، بيقول ايه، who had invited her to visit Zinda، بيطلب من الأميرة فلافيا انها تزور زندا. طب ليه بقى بيطلب منها تزور زندا؟ عشان يحبسها هناك جنب الملك ويساوم عليهم راسندل، يا اما تروح بلدكو يا اما هقتل الاتنين مع بعض. يعني هو عايز يساوم اخوه وبنت عمه بواحد غريب، شخص طبعا سبحان الله، يعني انت كأخوك وبنت عمك او اخوك ومراته، انت بتساوم راجل غريب بحياتهم، يعني الغريب خايف على حياتهم وانت اللي عايز تقتلهم. يعني ده لو طبعا لما الانسان بيفكر في السلطة والجاه والمال بينسى اي حاجة تانية. يبقى هو طلب منها في الجواب بتاعه ان هو تزور زندة علشان يحبسها هناك.
طيب والجواب الثاني اي دونت نو هو ذيس وانز فروم، قالت له انا مش عارفه الجواب ده من مين، اتفضلي جلاله الملك. فالراسل بيقول اي immediately ني هو ات واز فروم، انا بسرعه اول ما مسكت الجواب عرفت هو من مين. ليه؟ ذا رايتنج اون واز ذا سيم از ذا ليتر اي هاد ريسيفد، لان نفس الكتابه اللي عليه هو نفس الخط الجواب اللي جاني كان من مين؟ ات واز فروم انتوانيت دومابا اند اترين. كان مكتوب في الجواب ايه؟ بتقول له، بتقول للأميرة you don't know me، جلالة الأميرة سمو الأميرة أنت ما تعرفينيش، but I don't want to you to fall into the power of the duke، أنا مش عايزك تقع في قبضة الدوق، اوعي تقع في قبضة الدوق، don't accept any invitation from him، تمام كده، اوعي تقبلي أي دعوة منه. هي عارفة طبعا أنتوانيت إن هو الدوق مايكل بيدعوها تروح زندة علشان خاطر يحبسها، قالت لا حذرتها اوعي تروحي زندة. And don't go anywhere without many guards. اوعي تمشي حتى في العاصمة هنا في أي مكان بدون حراس لأنه ممكن يخطفك كمان. Show this letter if you can to the leader of Ruritania. ولو تقدر توري الجواب ده وري لي leader of Ruritania. اه حتى قالت لها leader لأن طبعا أنتوانيت هنا مش قدرت تقول لها the king of Ruritania، لا لأنه عارف إن ده مش الكينج، ده leader، اه هو قائد دلوقتي بس مش الملك، عشان كده ما استخدمتش في الجواب بتاعها لفظ the king، لا قالت لها the leader. فطبعا قالت لها why does it say the leader؟ طبعا هنا برنسس فلافيا بتسال راسندل بتقول له الله ليه اللي في الجواب ده بيقول ذا ليدر مش قالت ذا كينج؟ فطبعا راسندل قال لها يو ماست دو از ذا ليتر سيز، لازم تعملي زي الجواب ده بيقول كده، يعني نفذي التعليمات، لا تقبلي دعوه ولا تمشي بدون حراس. Not answering any question، انا قلت لها الكلام ده وما جاوبتش على سؤالها، هقول لها ايه؟ مش قادر اقول لها حاجه. I'll order guards to watch you، وانا هطلب حراس علشان خاطر يحرسوك. طبعا سالته فلافيا Do you know who sent this؟ انت عارف مين اللي بعت الجواب ده؟ قال لها اه a friend of mine، صديق لي هو اللي بعت. Today النهارده you must say you are so you can't go to Zinda. انت النهارده تعرفي الناس ان انت عيانه وان انت مش هتروحي زنده ولا هتطلعي من هنا في اي مكان. طبعا هنا الاميره بتقول له so you don't mind making Michael angry، يعني انت ما عندكش مانع تزعل مايكل، لان الملك الاول اللي هو الملك الحقيقي كان شخصيه ضعيفه جدا قدام مايكل وما كانش بيقدر يرفض لمايكل اي طلب. فلما طبعا راسل اللي رفض الطلب ده وقال لها قول ان انت عيانه ومش رايحه اي مكان ولا هتطلعي من هنا، فهي مش مصدقه ازاي رودولف بيقف في وش راسل في وش دوق مايكل. فطبعا هو قالت له يعني انت ما عندكش مانع تزعله؟ قال لها I don't mind anything if you are safe، انا مش عندي مانع في اي حاجه ما دمتي ستبقي بامان، اهم حاجه انت وامانتي عندي اهم من اي حد تاني. I had an idea about who would be the best guard for a princess. راسل بيقول انا عرفت دلوقتي مين هو افضل حد ممكن يحرس الاميره. And I immediately visited the marshal. زرت على طول مين؟ المارشال اللي هو زي يعتبر وزير الدفاع. هو I knew I could trust، الراجل ده انا عارف ان انا استطيع ان اثق فيه. I asked him to guard the princess and not to allow any of the dukes men to visit here. انا طلبت منه ان هو يحرس الاميره ويمنع اي احد من رجاله مايكل من زيارتها. I told him I was worried about the Duke's ambitions. أنا قلت له إن أنا قلق من طموح الدوق مايكل، يعني أنا خايف عليها من مايكل ومن طموحه، في إن مايكل طموحه في السلطة وفي الجاه وفي المال وفي الماديات يفوق حتى كل مبادئ الأخلاقية، فأنا خايف عليها من طموح مين؟ الدوق مايكل. And he didn't look surprised. حتى المارشال لما قلت له كده ما بانش عليه الاستغراب لأنه عارف إن مايكل ممكن يعمل أي حاجة علشان خاطر يكون ملك حتى لو حقيقة الأمير. فراسندل قال له ايه؟ I am leaving Strelsu for a few days. بدأ راسندل اهو يحط خطة الذهاب إلى زندا. قال له أنا همشي من هنا كام يوم كده. Every evening كل مساء كل يوم بالليل I will send you a message. أنا هبعت لك رسالة كل يوم. If you don't get a message for 3 days وإذا لم تصلك مني رسالة خلال 3 أيام. يعني أنا كل يوم بالليل هبعت لك رسالة. الهدف من الرسالة إن المارشال يتأكد إن الملك لسه على قيد الحياة. طب لو فات 3 أيام ومش وصلتك مني رسالة معنى كده إن الدوق مايكل قدر يقتل راسندل. قال له يو ماست ذن اسك ذا دوق تو الاو يو تو سي ذا كينج، لو ما جاتلكش مني رسالة لمدة 3 أيام على طول تجيب الدوق مايكل عندك هنا وتقول له لو سمحت أنا عايز أشوف الملك. If he doesn't allow you to see the king in 24 hours وإذا لم يسمح لك
ان انت تشوف الملك في خلال 24 ساعه، يعني معنى كده ان الملك مات، ان الدوق مايكل قتله. يو ماست سي ذات ذا كينج از ديد، لازم تعرف الناس كلها ان الملك مات. ذن يو ماست تيل ذا بيبل اوف روتانيا هو ذير نيو رولر ويل بي. وبعد كده مطلوب منك لما تعرف الناس ان الملك مات، اتعرف شعب روتانيا من هو القائد او الحاكم الجديد لهم. فقال له يو دو نو هو ذات ويل بي، تعرف يا مارشال مين اللي هيكون الحاكم الجديد؟ فطبعا المارشال قال له برنسس فلافيا اوف كورس، اكيد هي الاميره فلافيا اللي هتكون الحاكم خلفا للملك في حاله لا قدر الله وفاته. وبكده بينتهي الفصل الخامس من احداث القصه، ونتمنى من الله تكونوا استفدتوا. طبعا ان شاء الله تابعونا في الفصل السادس ان شاء الله، واللي هتبدا فيه احداث القصه تزداد متعه وتزداد اثاره وتزداد تشويق. يا ريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو، وكمان تدعمونا بمشاركه القناه، علشان خاطر بدعمكم ده احنا بنتقدم ان شاء الله ونقدر نقدم لكم بقيه الفصول. وان شاء الله تابعونا في المراجعه النهائيه للصف الثالث الثانوي، هنقدم ان شاء الله امتحانات متنوعه على النظام الجديد. تابعونا في القناة. كان معكم مستر أحمد بدران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.